مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ولا أروع، رامي معكم مشاهدينا الكرام في الموعد. إن شاء الله راح نقضي وسبيعة خفيفة ظريفة. إن شاء الله وصفات نهار اليوم راح يعجبكم، وكل عام وانتم بخير وصحة وعشركم وعشركم بالصحة والهنا إن شاء الله. تقدر تشوف هذه الحصة مباشرة على الصفحة الرسمية الفيسبوك هذيك الانستغرام سميرة تي في، وتعودوا على هذا الشيء. الأرقام الهاتفية راح نستقبلوا جميع مكالماتكم، الكراس والسيارة باش تجيونا كل المقادير وطريقة تحضير هذه الوصفات. والطنبولة اللي مازالت مستمرة معنا اللي دائما نفكركم فيها برعاية مارغارين سول، ما عليكم إلا تكثروا من المشاركة باش تربحوا معنا هاد الجوائز اللي مازالهم أم عندنا. يلا نبداو على بركة الله. اليوم ثلاث وصفات خفاف ظراف وما يقضوش الوقت وسهلين. الوصفة الأولى معروفة اللي هي الشخشوخة، شخشوخة المساكرة. غنديرها بواحد الطريقة بسيطة، غنديرها غنمي ودجاج، طريقة بسيطة وسهلة. وانا عندي واحد لاسيوس اللي نزيدها لها دائما الشخشوخه، شتيني بنينه مانيش عارف لا كامل الناس يعرفوا هاد لاسيوس. كنت نعطيكم واحد التوابل نديرهم باش تجي بنينه. وعندنا هاد السلطه المشويه اللي فيها باذنجان وفلفل حلو وثوم، راح نشوفوهم كيف كيف كذلك اللي راح نفقوا معاها هاد الشخشوخه. وعندنا تحليه طريقة بسيطة تاني وسهلة. التحلية خليوها تبرد برك وراح تكون واجدة وتجي بزاف هايلة التحلية تاعنا تاع نهار اليوم، لأنه خفيفة وما تغلقش منكم الوقت وحتى المقادير تاعها بسيطة. نبداو على بركة الله. واش نسحقوا للشخشوخة؟ عندنا قرطة الحار، زرودية، بطاطا، طرف تاع الدجاج، حبة بصل كبيرة. عندنا كذلك طرف تاع اللحم غنمي. عندي هنا شحبات طوماطيش يكونوا مسكرفجين، معجون طماطم، توم. وشوفوا قلت لكم لاستيوس اللي نديرها ولا واحد الحاجه اللي نديرها لها باش تبنينا. اذا كان عندكم توم يابسه وقصبر يابس ومرحي، توم يابسه مرحيه وقصبر مرحي كذلك يابس ومرحي. وعندنا التوابل الخاصه بالدجاج، وعندنا العكري، ملح، فلفل كحل، طبعا شويه تاع الزيت، شويه تاع مارغارين. وهذه هي الشخشوخه تاعنا، وان شاء الله في عدد واحد اخرين راح نديروا هذاك المسمن. نقول لكم كيفاش ديروه ثاني بواحد الطريقه بسيطه وطريقه جديده وبسيطه، وما تاخذوش منكم وقت باش تخدموا كميه لاباس بها تاع الشخشوخه تاعكم. يلا قلنا عندنا بطاطا زروديه، وعندنا كذلك كان تاع الحار، طرف تاع الدجاج، حميصه، عندنا بصل، لحم غنمي، حبات طوماطيش كون مسكرفجين يكونوا طايبين من الاحسن. عندنا قلنا معجون طماطم، توم، واذا كان عندكم توم مرحيه ويابسه من الاحسن، وقصبر يابس ومرحي، توابل خاصه بالدجاج، وعندنا العكري، ملح وفلفل كحل، شويه تاع الزيت وشويه تاع المارغرين. يلا نبداو بطريقه تحضير تاع هاد الشخشوخه تاعنا. طبعا المرقه اللي راح نفوروا فوقها الشخشوخه تاعنا، ها زيد شويه لها الحاجه. يلا قلنا شويه تاع الزيت، وعندنا مغرف كبيره تاع مارغارين. ونروحوا نستقبلوا المكالمه نهار اليوم. الو السلام عليكم، ناس الجلفه. وعليكم السلام، واش راكي لاباس؟ لاباس، كل عام وانت بخير، عاشوركم بصحه ولهنا ان شاء الله. انت الثاني. الله يحفظك. تفضلي شيماء، واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، ما نسقسيكمش على السخانه في الجلفه على بالي، حتى عندنا حنا راهي سخانه كبيره. ايه بزاف. قولي لي واش طيبتوا اليوم شيماء؟ اليوم عاشوره. لا احنا نديروا العشاء مش الفطور. واش ديروا العشاء؟ نديروا طعام. طعام مرقة حمراء ياك؟ ايه. صحتكم الصحة والهنا ان شاء الله، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. حبيت نقول لك ربي يحفظك على الوصفات هايلين بزاف. شكرا، الله يحفظك، بارك الله فيك. وراكم تجربوا يا اخي شيماء. ها؟ راكم تجربوا يا اخي. مين ذاك؟ وهذيك مين ذاك؟ راكم تنجحوا. الحمد لله، الله يبارك. الحمد لله يا ربي، الحمد لله، الحمد لله بصحتكم. الله يعطيك صحتك. الله يسلمك، بارك الله فيك، شكرا.
وكل عام وانت بخير وان شاء الله في حياتكم. بارك الله فيك. ربي يحفظك على الوصفات. شكرا، يعطيك صحه شيماء، بارك الله فيك. انما انا نحبك خويا حكيم. يلا قلنا شخشوخه تاعنا اليوم راح نديروها لحم غنمي ودجاج. طبعا انتم ما تحبوا ديروها دجاج ديروها، تحبوا ديروها حم وحدو ديروه كما تحبوا. يلا نحط هنا طرف تاع الدجاج. وتحيه كبيره لاختي ليديا. وحدك خويا اختي ليديا. وعندنا طرف تاع اللحم هاملك. راح نطيب اللحم غنمي مع الدجاج، لانه لعبكم الغنمي ما ياخذش ثاني يكون طري، ما ياخذش وقت كبير. هكذا دوك نقلي وقلنا الدجاج واللحم تاعنا. يلا وقلنا عندكم حبه بصل كبيره تكون مسكرفجه. شوفوا هكذا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، واش راك شايفه؟ واش راكي سيده امينه؟ واش راهم الناس ام بواقي لاباس؟ والله لاباس في رحمه. انتوما لاباس؟ الحمد لله، الله يحفظك يطول عمرك. الله يسلمك. الحمد لله. الله يسلمك، شكرا. نقصينا شويه التلفزيون تاعك. نعم. وسمعنا من التليفون هكذا باش نسمعوك مليح. هاني معاك شاف. تفضلي. واش راك الوصفات تاعك؟ الله يبارك هايلين. يطول عمرك، الله يحفظك. وانا نشوفك الشخشوخه، وحنا رانا ديما نديرو الشخشوخه في المناسبات والاعياد. وديروها كمان في نفس الطريقه؟ ساعات كيف كيف تقريب. قولي لي انا، شوفوا السر اللي عندي في الشخشوخه، ندير القزبر يابس ملحي والثوم ملحيه في الاخر كامل. اسكو ديروا هذه العفسه ولا مش مدارين نديروها؟ احنا ما نديروش، احنا نديروا الفلفل الاحمر والفلفل الاسود والفلفل الكحل. اما لا شوفي ماذا بكم، هذه الخطره درتوا شخشوخه في الاخر كي قرب تطفيو ديروا خلطوا شويه ثوم يابسه ملحيه وشويه تاع قزبر يابس ملحي، وكي تجي تطفيو رموهم من الفوق وطفيو. تجي واحد البنه ولا اروع. دي فوا في التصويره نديرو هكا ثوم ملحيه مرافيه تصويره قبل ما نجمرو. اه تجي هايله. تجي هايله صح، تجي ما شاء الله. بصحتكم، بالصحه والراحه. الله يسلمك. واش راح ديروا عشاء اليوم؟ والله احنا درنا البارح، درنا نعنع. طعام ياك؟ صوات. لا لا تصوات. هذاك اللي تشخشوخه اللي يجي بالورق، يجي بالطاجين بالورق هكا ويتفتوا ونديروا مرقه حمراء. صح عرفت. بصحتكم، بالصحه والراحه ان شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظك، بارك الله فيك. شكرا، يعطيك الصحه. يلا شوفوا انا بما انه ما عنديش ثوم يابسه ملحيه دوك راح ندير ثوم عاديه. ناخذ هنا زوج سنات تاع الثوم راح نزيدهم، ولكن هاد لاستيس غير جربوها الناس اللي مشي مدارين ندير القزبر والثوم ملحيه في الشخشوخه، ديرها وتقول لنا واش رايكم، جيب لنا وحدها ولا اروع. يلا ناخذ هنا زوج سنات تاع الثوم. هامليك قلنا زوج سنات تاع الثوم. شوفوا هكذا. يلا نزيدو ناخدو اتصال للشلف. السلام عليكم. انقطعت المكالمة. هذه غير قلت تولي الظلام بعد كي تحكم تاعها تولي الرومبوان. يلا احنا واش قلنا؟ عندكم توابل خاصة بالدجاج، ونزيد العكري. بدات الريحة
ولا أروع. نزيد الملح ونزيدوا شوية تاع فلفل الكحل هكذا. وقلنا عندكم جوج حبات طوماطيش يكونوا طايبين، يكونوا طايبين مليح، ولا حتى ثلاثة معليش، نحيو لها زريعة وتسكر في جوها باش المرقة تجيكم بنينة. ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راكم ناس وهران لاباس؟ يسلمك. الحمد لله، الله يهنيك طول عمرك، مرحبا بك. يسلمك. الله يحفظك. كيرك غايه؟ والله غير الحمد لله. سؤال عليكم، واش راكم انتوما؟ كاع بخير عليهم الله يسلمك. والله الحمد لله الحمد لله. نبارك على بنيتك ان شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك، عقوبة لكم ان شاء الله يا رب. الحمد لله. الله يسلمك، شكرا. بالوصفات اللي راك دير فيهم. نعم. حصة مليحة بزاف. الله يسلمك، بارك الله فيك، شكرا. ايوا راني نتبع فيك في الشخشوخه هذه باش نديرها ان شاء الله. جربيها هذه الشخشوخه، شوفوا جربوها بطريقه هذه على بالي راح تعجبكم بزاف بزاف. نديروها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، الله يحفظك. يسلمك فارس خويا. تعيشوا قولي لي درتوا العشاء البارح ولا راح ديروا العشاء اليوم انتوما؟ اليوم نديروه ان شاء الله. واش راح ديري عشاء؟ واه واش راح ديري عشاء؟ نديروا الرقاق حنا في الليل، نديروا بالدجاج. الرقاق رايح شخشوخه ياك؟ ايوا. ما شاء الله عليكم، صحتكم. الله فيك، شكرا. هذه نداوى اختي في فرنسا، نداوى القادري نقول لها مبروك عواشيرك ومبروك عواشيركم كاع انتم قناه ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا، بارك الله فيك، الله يحفظك. يلا شوفوا هنا القنطع الحار لازم يكون باش المرقه تجينا بنينه. البطاطا مازال باش نديروها لانه طيب بالخف. لو كان راني زدت هنا زروديه، تقدروا تزيدوا كميه اكثر من هذا الشيء. نزيدوا هنا شوفوا هذوك جوج حبات طوماطيش ولا ثلاثه اللي تكونوا سكرفشتوهم. الريحه راهي ولا اروع. هنا نزيدو مغرف كبيرة معجون طماطم، يلا نزيدو ناخدو اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. واش راك يا ام محمد لاباس؟ نقصينا شوية تلفزيون تاعك الله يخليك، وسمعينا من التليفون باش نقدر نسمعوك مليح. اسمعني نشوف تيلي كوموند. ونراك يا تيلي كوموند. محمد عطيني تيلي كوموند. يا محمد عطي لها تيلي كوموند، عطي لها تيلي كوموند. يلا نزيدوا هنا الحميصه. نخلي المرقه. تفضلي ام احمد. وشاك صباح؟ والله غير الحمد لله. سؤال عليكم، واش راكم انتوما؟ من العيد باش نعيط لك نقول صحة عيدك ومبروك على بنتك بالصحة والهنا. الله يسلمك يطول عمرك. لا وما شاء الله البيئة من الدار ان شاء الله في حياتكم، الله يحفظكم، الله يعطيكم ما تتمناوا. شكرا. الله كل يوم نسيي نسيي من العيد مقبل العيد ولا نعيط نعيط حتى اليوم. حتى العاشوراء عندك اليوم سهر. الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله. الحمد لله. الله يرضى عليك. الله يحفظكم. انا نشوف قداش الشخشوخة. الشخشوخة مداريا ديريها. ايه شخشوخة. مداريا ديري هذيك لاصيص اللي قلت لكم عليها دوكا تاع الثوم مرحية يابسة. ايه. ولا الثوم نديرها بالبصل. لا لا الثوم يابسه مرحيه، تخلطي معها شويه تاع قصبر يابس مرحي، كقرب تطفي ارمي هذا الخليط تاع الثوم والقصبر وطفي. باش تقعد هذيك البنه. تجي ولا اروع، صدقيني ولا اروع. ايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. واش راح درتي العشاء البارح ولا راح ديري اليوم العشاء؟ البارح درت تليتلي واليوم مانيش عارفه. بصحتكم. واليوم مانيش عارفه واش ندير، ولا ما بالي ولا طعام ولا شخشوخه ولا شخشوخه ولا هذيك شي يقولوا لها تريده الشيبه تريده.
اها تريده تاني تجيب لينا؟ عندك تريده تاع اليد ولا تاع الماشينه؟ تاع الماشينه تاع اليد. مش بيها؟ ماشي تاع اليد خير. تاع اليد تشيا في الزنقه نحب نديها في الدار. كنت خدمتيها في الدار صح؟ صح في الدار. تجيب لينا تريده. المقا تاعك ما شاء الله يحمها. ولا اروع. الشهي الله يحفظك بصحتكم بصحتكم. هذه المقاطع ناس الجزائر. الله الله بالشان والطبع. الله 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 يحفظك. الله يعاونك الله يرضى عليك ان شاء الله. بارك الله فيك الله يحفظكم. شكرا بارك الله فيكم احمد. شكرا. وقلنا القان تاع الحار اللي ما استغناوش عليه انا نحلو هكذا بهالطريقه ونرمي القان تاع الحار هنا ونخلي المرقه تاعنا. طيب قلنا البطاطا ما نرميوهاش درك لان على بالكم طيب بالخف. والمره الجايه قلت لكم انا راني وجدت شويه. شوفوا هاي ليك المره الجايه نقول لكم كيفاش نواسيو هذا المسمن بطريقه بسيطه وسهله وتمتم راح نديروا كميه لاباس بها. هاوليك طبعا راح نفوروهم بعد فوق المرقه باش يعطونا بنت اللحم وبنت الطعام. يلا يلا هنا بالنسبه للمرقه دوكا نروحوا نواسيو واحد سلاطه مشويه بواحد الطريقه بسيطه. هنا تاخذوا الباذنجان هاوليك هاوليك امامكم تشويوه كما حبيتوا فوق الفحم ولا في الفرن ولا فوق النار مباشره وتخليوه يعرق ولا يتندى وتقشروه بهذه الطريقة. شوفوا هكذا شوفوا هكذا. يلا نزيدوا ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم لست بس واش راكم؟ وعليكم السلام شيف واش راك لاباس؟ واش راكي سيدة مليكة لاباس صحتك لاباس؟ الحمد لله شكرا انتم كل عاشورة ان شاء الله انتم بخير. ان شاء الله في حياتكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله ربي يعيشك لاباس. الله يسلمك بارك الله فيك. سؤال عليكم واش راكم انتم؟ لاباس شيف الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله كامل لاباس والله غير الحمد لله ونسلموا كامل عليكم. الله يسلمك ويسلمهم ان شاء الله. امين الله يحفظك. وصفاتك راهي والله ما عدت انا بالكي عدت مدمنه على الحصه. الله يسلمك. مدمنه مدمنه عندي واحد الادمان مش راح نقول لك. تفضلي. والله لاباس. والله الحمد لله سؤال عليكم. الحمد لله صدقني كنقول لك حاجه. نعم. والله على بالك بدون ما بدون يعني ما نحلف لك الشيخ شوخ اللي درتها اليوم شاف انا اعوذ بالله من كلمه انا ندير فيها بنفس الطريقه. ديري لها القصبر يابس ملحي والتم يابس ملحي. والله ساعات نديرها شيخ صدقني على بالك درتها بنفس الطريقه اللي دير فيها انت درك. هاي الحمد لله وتجيب لينا شفتي؟ ايه واش راح نقول لك عندي صاحبتي ممكن راهي تقعد تسمع فيها سنه إيه؟ على بالك تقول لي الشخشوخه تاعك راهي واش راح نقول لك حتى هي تقول لي ولا اروع. تجيب لينا بهالطريقه تجي هايله. والله كي نديرها تجي على الكيف شاف تجي الحمد لله بارك. الحمد لله بصحتك. والله العظيم وزيد وصفاتك راهي صافي قاعدين نتعلموا منك مهما يعني نشوفوا سبحان الله العظيم. الحمد وكل لله يوم راح تدير على بالك كل يوم تدير وصفه دير وصفه على ذلك اللي راهي في بالي انا والله العظيم. الحمد لله يا ربي الحمد لله بصحتكم. والله الله وقولي لي درتي العشاء تاع عاشوراء البارح ولا حديري اليوم؟ درنا نحن هنا في الشرق نقولوا كسكس انتم تقولوا طعام. درت كسكس البارح. ايه درت كسكس بمرقه حمراء. اي الحمد لله بصحتكم. الله يسلمك وكل عام وانتم بخير. بارك الله فيك يا شيخ كل عام وانت بخير كل عام وانت منور كل عام وانت وصفاتك ولا اروع كل عام وانت في القمه وا 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 شكرا الله يحفظك يطول عمرك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تحياتي للي كامل يسمعوا فيا كامل نقول عاشوره مبارك. الله يسلمك. صحباتي كل من يحمل لقب عبيدي صحباتي خواتاتي خيوتي خوالي المهم اللي يسمع فيا كامل راهي تقول كلمة مليكة كل عاشورة كامل يعرفوا سيدة مليكة تاعت بصة. ان شاء الله ان شاء الله. ست الحبايب امي الغالية تحية كبيرة ليها هي الصح.
بارك الله فيك يا شيف، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وبارك الله فيك على الوصفات. الله يحفظك. حبيت نطلب منك واحد الوصفه. يلا تفضلي. الوصفه تاع الخبز السوري هذاك. مالي ما يكون لا خاطر. والله هذاك قداه من مره كي نعيط نقول ما كاش مشكل. ديروا بطريقه سهله وناجحه 100% باذن الله. ربي يعيشك يا شيخ. الله يحفظك. شكرا. هاي في الامان. بارك الله فيك. شكرا. الله يحفظك. شكرا. مع السلامه. شكرا. شوفوا لي شوفوا لي الشلاطه هذه. شوفوا انا زدت هنا 4 سنات تاع التومه. ها مليك. شوفوا ها. شوفوا هكذا. نخلط دوك هذا الفلفل مع الباذنجان. شوفوا. شوفوا هكذا هكذا بهالطريقة. ها هكذا. هنا واش راح نزيد لها؟ هاد الشليطة هادي واش راح نزيدو لها؟ شوفوا نحطها هنا. ريحتها ريحة الباذنجان المشوي ولا أروع. شوفوا هكذا هكذا. هنا واش راح نزيدو؟ راح نزيدو مغرف تاع هريسه وشويه تاع الملح وشويه زيت زيتون. شوفوا معايا قلنا. شوفوا هكذا نزيد شويه تاع هريسه. طبعا زيد تحبوا تزيدوا الحر الاخضر ديروا الحر الاخضر تشويوه كيف كيف وتزيدوه. ها ولا ديروا كيما ندير كيما درت انا دوكا. شوفوا ناخذ مغرف تاع هريسه هاي لك نزيدها هنا. ونزيدوا شويه تاع الملح هكذا. وعندنا زيت زيتون. كثروا شويه زيت زيتون مش تجي بنينه. ها شوفوا هكذا نكثروا شويه زيت زيتون قلنا باش تجي بنينه هكذا. وتدريسيوها بشويه تاع الزيتون راح تجي ولا اروع هكذا. شوفوا نخلطوا مليح. يلا ناخذوا اتصال نسكي كده. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. واش راكي ام ريناد؟ صحتك لاباس؟ واش راهي ريناد لاباس؟ والله لاباس. توحشت راهي في دارنا. توحشك الخير. الله يحفظك. سلمي لنا عليها كي تلاقي بها. يعيشك. هي وبنتي الينا. يعني متوحشتهم بزاف بزاف. لازم تروحي تجيبيهم يمالا. كيفاه؟ قالك لازم تروحي تجيبيهم كي توحشتيهم. والله انا اللي راني رايحه عندهم. هيا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شراك شراك والله غير الحمد لله. واش راكم انتوما لاباس؟ والله بخير. وصفاتك ولا اروع. الله يحفظك يطول عمرك. عبالك عندي بزاف من الباذنجان وانا قاعده نخمم واش راح ندير له. عطيتني فكره. اوه هاد الشيطه تجيب بزاف بنينه. ام ريناد جربيها بنينه. ان شاء الله نجربها العشيه. نجربها شويه وخليه يعرق شويه في صاشي وشويه ثاني الفلفل الحلو والحار الاخضر الا كان عندك ثاني. ولا ديري هريسه كما درت انا ثاني تجيب بزاف بنينه بالهريسه. ان شاء الله. شويه ثوم وشويه زيت زيتون وانت فريتيها. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. استاذ فارس معلش تحيه صغيره. يلا تفضلي. هاي اوكي. نحب نقدم تحيه لفامي صباح لفامي طلاله. تحيه خاصه لوالديه واختي صبرينا طلاله بزاف بزاف. تحيه كبيره ليهم. يعيشك. وسلمي لي عليهم بما انك راكي رايحه لعندهم. يعيشك. يسلمك الخير. كل عام وانتم بخير. امين. ان شاء الله في حياتكم. الله يحفظ. كل عام وانتم بخير. شكرا. يلا الشليطة تاعنا راهي واجدة هاي لك. شوفوا
نحقروا لها الزيتون باش تجي بنينه. هاي لك، وقلنا راح ندريسها بشويه زيتون، كحل شويه زيتون اخضر ولا الفاريول ولا كيما حبيتوا، وتقدموها. هاي ولا كما قال لكم شويه تعلاقه شويه لباقه شويه، هاي والله، وتكون عندكم سليطه ولا اروع. يلا نروحوا دوك للتحليه. التحليه عندنا نص لتر حليب، تبعوا معايا بارد في بارد، نص لتر حليب، كاس كبير تاع القشطه، زوج مغارف كبار تاع النشا، ها مليك، هكذا بهذه الطريقة. شوفوا هكذا، واش نزيدوا معاه؟ نزيدوا معاها كمية تاع مكسرات كما حبيتوا، تحبوا كاوكاو، تحبوا خليط تاع جوزولوز كما حبيتوا، كلهم حمصينا نزيدهم هنا. يلا نزيدوا ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ناس مستغانم، واش راكم؟ الحمد لله شفارس، واش راك؟ الحمد لله كل عام وانتم بخير، واش راكم؟ سؤال عليكم. الله يسلمك انت تاني، كل عام وانت بخير. الله يحفظك ان شاء الله. امين، بارك الله فيك. العائله بخير والله، غير الحمد لله. سؤال عليكم، واش راكم انتوما؟ الحمد لله في نعم، نتمنى كامل تكونوا بخير والله، غير الحمد لله. سؤال عليكم، الحمد لله يا ربي، الحمد لله. مبروك على بنتك، كل خطره نبغي نعيط بها نبوركك على بنتك. الله يسلمك يطول عمرك، بارك الله فيك. شكرا لك الصحه. شكرا. نعم شفارك. نعم شوف، ملي تجي الوحده ونص في القارات انت، وانا نسمي عليك بسم الله ما شاء الله. الله يسلمك يطول عمرك. الله ما شاء الله. الله يحفظك. اللهم بارك وزيد، اللهم بارك وزيد، الله يحفظك يطول عمرك. ما يحرمناش ما يحرمناش من وصفاتك. الله ما يحرمنيش منكم ان شاء الله يا ربي. شكرا. امين والله. الله انا مستفادين منك بزاف، انا بعدا وحده من وحده، انا وحده بعدا من الامهات، مستفاده منك بزاف. الحمد لله يا ربي، هذا شرف لي. الله يحفظكم. صدقني الشفاء. شكرا. راك محمر لي وجهي الحمد مع اولادي مع العائله تاعي ومع كامل الضياف من عندي. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. ولا اروع والله، ولا اروع مليون مره. الله عمرك. شكرا والله. بارك الله فيك. تعرف واش تستاهل الشفار؟ تستاهل ميداليه ذهبيه. الله يحفظكم. انتم انتم الميداليه تاعي. تكفيني تكفيني جمهوري، يكفيني الحمد لله، ودعواتكم بزاف عليا. شكرا والله. تستاهل الميداي دور. يطول عمرك، بارك الله فيك. شكرا. كل شويه كل الوصفات اللي كتقدمهم منا. الحمد لله. والله غير انا، والله غير انا نفتحوا لك وندعوا لك بالخير. الحمد لله يا ربي. وفي ميزان الحسنات. ان شاء الله. امين الحسنات. امين. الله يحفظك. خاطر انا مستفادين منك بزاف، والله غير انا مستفادين. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. الله يحفظك سيداتي، شكرا لك. الله يسلمك. نقول لك ولدي الكبير واش قال لي الشفارس صغيره؟ قلت لك نعمتك دائما وخيرك موجود. الله يحفظك. قال لي ماما نهار تروحي تخطبي لي. قال لي الطفله اللي تخطبيها قولي لها تفرجي قناه سميره. عنده الحق. وركبي لي خاصه على الشفار. والله العظيم لا قال لي عنده الحق. يا حبه او حبه تجي تكون تعرف كلش. ايه قال لي لازم العروسه اللي تجيبيها تكون كيفك. هذه هي قال لي بهتمت الكوزينه. قال لي عندك وي والله لا قال لي كيما قال لي ولا قولي لها ما درنا والو، ولا قولي لها ما درنا والو. سيدتي يقول لك الراجل باش توصلي باش توصلي لعندو منين؟ مش من طريقه باش توصلي عند الراجل. المعده. السلام عليكم. خلاص ما قولها غير تعلمي. يا والله غير تعلمي. والله غير تعلمي. الله يحفظك. انا شفت فيها بكامل طيبه، والله فيها بكل وصفه كامل طيبهم. الحمد لله يا ربي. بصحتكم. العظيم والعواشر اليوم. الحمد والله لله. سادخل والله لا وصفك ولا اروع، ولا اروع مليون مره. مليون مره. الحمد لله يا ربي بصحه والراحه. ان شاء الله تستاهلوا كل الخير ان شاء الله. الله يحفظك. ربي يخليك لينا وما يحرمناش من وصفك. شكرا. الله يحفظكم. وتحيه كبيره تحيه كبيره للعائله تاعك وللزوجه تاعك وكامل اللي يحبوك. بارك الله فيك. تحيه كبيره ليكم انتم ثاني. شكرا. نسلمك ولعائلتي عائلتي شيبان. نقدم لهم تحيه خاصه في هذه الواشير ولوليداتي نصر الله ومحمد منصور ومروه. تحيه كبيره ليهم. الله يسلمك. تحيه كبيره ليهم وان شاء الله كونوا بخير. ربي يخليك لينا. كونوا فينا ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا. مع السلامه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا، يعطيك الصحه.
واش نحكي لكم، ريحه راهي ولا اروع. انتم تاخذوا وقتكم حتى تشوفوا اللحم تخلوا طياب والدجاج باش ترميو البطاطا تاعكم. وشوفوا انا نخليها هكذا كيما راهي لانه ماشي كبيره بزاف، ما نديرش غير هذه الكبيره ما نديرهاش. وشو كي تكون بطاطا صغيره خليوها كيما راهي، ولا كانت كبيره حبه على اربعه وديروا البطاطا تاعكم طيب. وطبعا قلنا كي طيب المرقه تاعكم من بعد رايحين تفوروا، قلنا الشخشوخه تاعكم فوق المرقه باش تدي بنت اللحم والدجاج. وما تنساوش تخلطوا ثوم يابسه ومرحيه مع قصبر يابس ومرحي. قلنا ثوم يابسه ومرحيه مع قصبر يابس ومرحي، وكي قريب تطفيو ترميو هذه الخليط تاع الثوم والقصبر وتطفيو النار، راح تجيكم مرقه بنينه بنينه بزاف 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 بزاف. شوفوا هكذا، يلا خليها هنا. والتحليه تاعنا شوفوا هاي لك، هاي بدات تعقاد، هاي لك فوق النار شوفوا ها. هاي التحليه تاني بنينه بزاف بزاف. من بعد تاخذوا لي غامكان تاعكم ولا حاجه اللي حبيت تديروا فيها هاد التحليه، شوفوا كيفاش تجي هنا. واش راح ندير لها من الفوق، تفرغوها في لي فيغين تاعكم، شوفوا كيفاش تجي، تجي هكذا عاقده، نوريها لكم مليح. شوفوا هاي لك، شوفوا كيفاش القوام تاعها كيفاش يجي هاي لك. وهنا خديت هذا المعجون كنت طيبته هنا تاع المونغ، من بعد نعطيكم لا غوسيت تاعو ولا نديروه مع بعض. هاو لك ما كيتش تروحها هذه التحليه من الفوق تربي واحد لاكوش، نديروا لها المعجون ولا معجون تاع الفرا ولا اللي عندكم في الدار ديروه من الفوق، وراح تكون عندكم تحليه ولا اروع. نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو الو، السلام عليكم. الو الو، عليكم السلام. مرحبا بك، واش راكي سيدتي لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. شحوالك انت لاباس؟ والله غير الحمد لله سيده نجات. واش راهم ناس على النابه لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. نشكرك على الوصفة تاعك. الله يسلمك يطول عمرك الله يحفظك. وصفات هائلة ولا أروع. الحمد لله يا ربي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ونهنيك على نجاح بنتك. الله يسلمك شكرا بارك الله فيك. شكرا سيدة نجاة الله يحفظك. ربي يعيشك ربي يعيشك ربي يحفظ من أمثالك إن شاء الله. إن شاء الله آمين الله يحفظكم بارك الله فيكم. أتمنى لك المزيد إن شاء الله. آمين في حياتكم شكرا لك. عندي طلب نطلبوا منك ان شاء الله تلبيهولنا. يلا تفضلي. احنا نطلبوا منك طيب دوش زنة القناويه ما نعرفوهاش. القناويه نديروها بصل وطوماطيش هكاك. نعم ما عليه ما يكون لا خاطرك ان شاء الله. شكرا لك سيده نجات. يلا مشاهدنا الكرام، التحليه تاعنا راهي واجده، راح نفرخها في ليفيرين تاعنا ونخليها تربي هذيك لاكوش قلنا، ونحط لها هذا المعجون من الفوق ونخليها تبرد تماما، وتقدروا تزيدوا لها اي فاكهه حبيتوها وتقدموها. المرقه تاع الشخشوخه تاعنا راهي طيب، السلطه تاعنا راهي واجده. نروحوا فاصل قصير، قعدوا معايا ما تروحوش بعيد، راح نشوفوا الوصفات تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم. خليكم بعد الفاصل. يلا مشاهدنا الكرام، كما راكم تشوفوا الوصفات تاع نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم. شخشوخه ولا اروع صدقوني ولا اروع، هاي لك امامكم. طبعا تغليو لها حبيبات بيض وتزينوها بهذه الطريقه، راح تجي بزاف بزاف بنينه. ما تنساوش هذاك الخليط تاع الثوم والقزبر يابس ومرحي في الاخر قبل ما تجيو حطفيو، ارميو هذاك الخليط تاع الثوم والقزبر وطفيو النار تاعكم، راح تجي ولا اروع ولا اروع. وهذه السليطه اللي درناها مع بعض هاي لك امامكم، قلت لكم كثروا لها زيت الزيتون. والمرقه شوفوا تاع الشخشوخه جات ولا اروع ثاني، هاي لك امامكم بزاف هايله. وطبعا التحليه نعاود لكم بسرعه بسرعه، برك التحليه هذه اللي كنت نسيت فيها اربع مغارف كبار تاع السكر. ما تنساوش انك عندكم نص لتر تاع حليب كاس كبير تاع قشده سائله، وعندكم زوج مغارف كبار تاع ثلاثه خليط تاع مكسرات ولا كاوكاو يكون محمص ومرحي، وتزيدوا اربع مغارف تاع السكر وتخلطوا كل شيء مع بعض. هاي لك التحليه تاعكم، بعد ما تخليوها في ليفيغين تاعكم تربي هذيك لاكوش، رايحين تحطوا هذاك المعجون وتزينوها فاكهه اللي حبيتوها وتقدموها.
ان شاء الله تكونوا خديتوا المقادير تاع نهار اليوم وكتبتوا طريقه وشفتوا طريقه التحضير تاع هاد الوصفات، جربوها ماكوش رايحين تندموا عليهم. راح نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناه. بقى لي غير نقول لكم كل عام وانتم بخير. سلام.